السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معكم مهندس كريم خالد نعمان ولا جي اي دي جيو تكنيكال انجينير دبلوم. هنبدأ في السبلت سبون. تاني أداة عندي السبلت سبون دي، تاني أداة بعد الهاند أجيورز اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت. تمام. الأداة دي بتستخدم في اختبار الاس بي تي. الاس بي تي ده من الاختبارات الحقليه ستاندرد بنتريشن تيست، هنتعرض ليه في سيشن خاص بالتيست في الموقع. السبلت سبون زي ما انتم شايفين كده قدامنا، ده منظرها، هي عباره عن اسطوانه ذات ابعاد قياسيه والابعاد الموضحه دي، مفتوحه من اسفل، بيتم دفعها للتربة أو داخل التربة عن طريق الدق، بيتم ربطها في من خلال الرود ده، وبيتم دفعها داخل التربة عن طريق الدق. بيقول في حالة العينات الديستريبيوتد زي كلاوي الساند وتحت منسوب المياه الجوفية، بنستخدم سبرينج كور كاتشر، ده عشان نلقف العينة. برضو عندنا صور هنا لشكل الكور بتاعنا بتاع السبلت سبون وشكل العينات. شوف برضو فيديو توضيحي عن الكلام ده. ده فيديو توضيح عن سبليت سبون. هو هنا بقى يقعد يوريك شكلها عامله ازاي وبتتركب ازاي والعينات برضو بتكون فيها ازاي، ده شكل العينة بعد ما انت بتخرجها وبرضو بتتركب ازاي. شوف بتخش كده وبتربط من هنا وبتربط من هنا. تمام. هنا بقى احنا بنقول ان هي بتدخل عن طريق، بتدخل التربة عن طريق الدق عليها. وطبعا نزلها عن طريق راحت فين، عن طريق المكنة دي. تمام. ودي البور بتاعتنا اللي كان واقف هنا، ده طبعا مكان البور اللي نزلت فيه واخدت السامبل بتاعها. تمام. وهنا يبدأ ايه، يبدأ يطلع العينة بتاعته، والى حد ما بتبقى غير مشوهة الى حد ما. وانا طبعا اصفر المعدة. بص ندخل بعد كده على السكاربر بوكيت. الأداة دي زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الشكل الموضح ده، ليها ايه، مسقاب كده. تمام. بتخترق التربة عن طريق المسقاب ده. الأول أداة دي تستخدم مع خليط الرمل والحصى. تمام. ولو في برضو عينات جرافل موجودة زلط، العينات اللي بتطلع من السكربر باكت بتبقى عينات مشوهة. بندخل المعدة دي، بتخترق الصويل بتاعتي عن طريق المسقاب اللي انتوا شايفينه ده، وبنبدأ نلف. مع اللف ده بيحصل عملية قشط بتتجمع داخل الكور بتاعنا. تمام. و المكان ده اللي هو الباكت، فبتتجمع العينة داخل الباكت ده، وده شكلها على الطبيعة.
ونبدأ نشوف برضو ليها فيديو. قاعد يوريك شوية معدات كده و... هي دي تمام. طبعا احنا لو لاحظنا هنا هنلاقي ان السويل اللي موجودة عندي فيه ايه، بعض الحصى وبعض الرمال، فهي يعني مجدية جدا مع التربة اللي فيها حصى ورمال. زي ما انت شايف كده، شايف الحصى ده، وبيقعد يلف يلف يلف، وبعدين ايه بتتجمع العينة في الباكت اللي هو اللي انت شايفه ده، بيحصل زي كشط كده، تقعد تقشط والعينة بتطلع مشوهة. نستنى نشوف هو ايه ده شكل العينة بالظبط كده. وبرضو ممكن تستخدمها في أنواع سويل زي دي برضو. ندخل على شيلب تيوب، ثين ويلد تيوبس، دي عبارة عن أنبوبة فولاذية بتخترق التربة الطينية عشان تحصل على عينة غير مقلقلة أو غير مشوهة. بس العينات اللي بتخرج من الأداة دي أو العينات ما بتكونش كبيرة، بتكون صغيرة. ده أول حاجة. زي ما احنا شايفين الجهاز اللي قدامنا ده أو الأداة اللي قدامنا دي اللي بتستخدم في لقف العينة أو جلب العينة، عبارة عن تيوب مفتوحة من أسفل، وفيه هنا روت بيتركب فيه الماشين اللي بتخترق من خلالها السويل عن طريق برضه الدفع. العينات اللي بتخرج من الشيلب تيوب بنستخدمها في اختبارات معملية زي الشير تيست والكونسوليديشن، ودي زي ما قلنا صورة كده موضحة. نشوف برضه حاجة عن الشيلب تيوب ده فيديو لذيذ عن الشيلب تيوب. طبعا هو انا بيوريك يبدأ يدخلها هنا البول بتاعتنا ويبدأ يركب، وتبدأ الماشين دي في بتتركب عن طريق الرود تمام، ويبدأ يركبون في بعض ويبدأ ايه الدفع بالظبط كده. حط هنا البتاع عشان متسيبش، ويبدأ يدفع داخل البرهول بتاعنا عشان يطلع عينة في الشيب تيوب. خلاص يبدأ بقى يطلع تاني، يبدأ الراجل أبو شنب ده يوريني إيه إن العينة، لو تلاحظ العينة إيه شكلها غير مشوهة. يعني ايه؟ شايف انت الديامتر بتاعها؟ الراجل خابط شنب ايه رهيب. ما علينا، يعني العينات مهيش مشوهة ولا مقلقلة، وبنستخدمها في الاختبارات المعملية زي الشير تيست والكونسوليديشن تيست. ندخل على الكورينج بيتس، دي أداة تستخدم مع العينات الصخرية بس، مع التربة الصخرية بس. عبارة عن كور وفي أسنان حادة زي ما انت شايف كده، أسنان حادة جدا. فالأسنان دي بتقطع في الصخر، ما بتستخدمش إلا مع الصخر بس، لا تستخدم إلا مع الصخر بس. فيه شيكات بتحصل على السامبل اللي طالع عن طريق الكور بيتس دي، اسمه تشيك ار كيو دي تمام. هنتطرق برضو ليه تحت كمان شوية، وهيبقى فيه مسائل عليه ان شاء الله.
الار كيو دي دي عباره عن معامل يعبر عن مدى جوده الصخر عند استخراج، عشان اتاكد من جوده الصخر ده او ان انا اعرف جوده العينه اللي قدامي دي، هل هي بور ولا فير ولا جود وهكذا يعني. ده لو جينا نشوف هنا هنلاقي ان ده كتالوج فيه كذا سايز للبور الكورينج بيتس، تمام، كنا جايبينه من على موقع. ولو جينا برضو نشوف برضو ده فيديو احد المواقع نشره برضو حاجة ترويجية عشان الناس تشتري المنتج بتاعهم، ويقول لك بقى ان يعني ايه حاطط كذا نوع، تمام، اسم الانواع ايه، ده اسم نوع وده اسم نوع وهكذا يعني، انواع مختلفة من الكوربس. بس اعتقد يعني ايه على حسب الاستخدام بتاعي وانا بستخدمها فيه. نيجي هنا للبستون المكبس. طريقة المكبس دي بستخدمها في الحصول على العينات. الطريقة دي مقترحة من الدكتور أوستربرج، ده طبعا يختلف عن أوتربرج. الدكتور ده اقترح البيستون عشان يقدر من خلاله يسحب العينات. طيب فكرة الموضوع ده أو الموضوع ده بيتم ازاي؟ بنزل الجهاز عشان اخد عينة من التربة عن طريق أنبوب مرتبط بمكبس هيدروليكي، تمام؟ دخل تيوب كده للتربة مربوطة بمكبس هيدروليكي، المكبس بيقوم جاي هوب ضاغط، لما يوصل للليفل المعين بيتم تحرير الضغط فتنضغط العينة بسرعة داخل الأنبوب. يعني إن أنت ضغط على حاجة وبتحرر ضغط، زي ما تقول كده يحصل لها زي شافت كده، شافت داخل التيوب. جدير بالذكر برضو ان احنا نقول ان العينات المأخوذة عن طريق البستون اقل تشوها من العينات المأخوذة عن طريق الشلب تيوب. ونشوف برضو ليها فيديوهات. عندنا هنا ايه فيديوهين، فيديو يعني ايه بيوضح الطريقة اللي احنا قلناها، ان التيوب بنربطها بمكبس هيدروليكي وبعدين بتنزل عند الليفل المعين بضغط، وبعدين لما توصل للليفل اللي انت عاوزه وتبدأ تحرر الضغط فالعينة تتشفط داخل الأنبوبة، ويبقى كده انت سحبت ايه، سحبت العينة بتاعتك. وهنا يبدأ ايه يشفط العينة بتاعته بالظبط، تبدأ الكلام ده ايه يطلع بالظبط كده. طبعا ده بقى ايه من الواقع، بس مش موضح قد كده، الانيميشن ده موضح عنه كتير يعني. ده شكل الجهاز، وهنوريكم هنا ايه الضغط الهيدروليكي شايفين، وهنا ايه البتاع اللي ماسكها دي، هي ايه، هي اللي بنضغط بيها اشوف، ودي السويل اللي بياخده منها، ولما بتوصل عند الليفل معين بيحرر الضغط وبعدين بيطلعها ياخد السامبل منها وبس. يبقى كده احنا خلصنا الادوات اللي بنستخدمها في البورينج او بنستخدمها في اخذ العينات، برضو ساعدنا في اخذ العينات والحفر، هاند اجورز و سبلسبون و السكربل باكت
وعندنا الشيلب تيوب والكورنج باتس والبستون. طيب ايه هو الكور ريكفري ده بقى؟ معامل السي ار ده بيعبر عن مدى جودة استخراج الجسم. طبعا احنا هنناقش الجسة مع السول كلاسيفيكيشن مع حاجات كتير جدا الشابتر الجاي شابتر 3، فالجسة ما احناش هنتكلم عنها بالتفصيل هنا خالص. يعني في جيوتكنيكال ريبورت هنتكلم، هوريكم مثال للجيوتكنيكال ريبورت تمام كنت مصوره، وهوريكم شكله عامل ازاي. في الشابتر الجاي هعرفكم ازاي بنعمل اصلا سول ريبورت، وبنعمل ازاي سول كلاسيفيكيشن، وبنتكلم عن جسة بكل تفاصيلها والحاجات اللي بتقابلنا برضو في الموقع، ونخلي بالنا من ايه والحاجات اللي نركز عليها. برضو هنتكلم عن ازاي بحدد نوع الاساس برضو بتاع في الشابتر 3 الشابتر الجاي. فبس هنا ايه، انا قلت اجيب الكور ريكفري بما ان احنا هنتكلم على الروك كواليتي الار كيو دي، فجبنا هنا السي ار ده معامل يعبر عن مدى جودة استخراج الجثة، او هو النسبة بين مجموع اطوال العينات المستخرجة الى الطول الكلي للكور. السي ار بيساوي السمشن اوف لينسز، طبعا مجموع العينات على التوتال لينس اللي هو بيمثل الكور بتاعي. هنا بقى الار كيو دي عبارة عن مجموع اللينسز اللي اكبر من او يساوي 10 سنتي على التوتال لينس، طبعا العينات اللي طالعة اكبر من او تساوي 10 سنتي على التوتال لينس بتاع التيوب بتاعتي. هو بيقول لك معامل الار كيو دي هو معامل يعبر عن مدى جودة الصخر، او هو النسبة بين مجموع اطوال العينات التي طولها اكبر من او يساوي 10 سنتي الى الطول الكلي للكور. خلي بالك من الجدول ده مهم جدا لازم تكون عارفه. حاطط لك هنا نسب، وحاطط لك هنا الكواليتي بتاعت العينة او بتاعت السامبل بتاعي ازاي. لو هي من 0 لـ25% فهي فيري بور، لو من 25 لـ50 فهي بور، لو من 50 لـ75 فهي فير، لو من 75 لـ90 فهي جود، لو من 90 لـ100 فهي اكس ار. طب نيجي بقى ايه لمثال توضيحي. انا عندي الشكل ده اللي رسمه تمام، فده عبارة عن يعني عينات متجمعة كانت في كور واحد، فطول العينة دي 21 سنتي، وهنا 17، وهنا 15، وهنا 18، وهنا 16، وهنا 8، وهنا نو ريكفري يعني ما تمش، هنا ايه، هنا فاضي. الفراجمس ده اللي هو ايه زي فتات او حطام. لو جينا للسي ار هنجمع الاطوال ما عدا النو ريكفري على الطول الكل اللي هو 120 سنتي، فهتطلع 79.16. لو الار كيو دي هنجيب العينات اللي طولها اكبر من او يساوي 10 سنتي تمام، وما احناش هناخد النو ريكفري، ونقسم على التوتال لينس بتاع الكور هيدينا ايه 72.5. هنروح لـ72.5 هنا في الجدول، هنلاقي ان من 50 لـ75 فهي فير، فالسامبل اللي قدامي فير. طيب الاوبزرفيشن اوف ووتر تيبلز، انا عايز اعرف منسوب المياه الجوفية بتاعتي ايه. خلي بالك وبكرر على الجملة دي، الهنا دكتورنا ايمن الطهراني دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة، الماء هو العدو الخفي للهندسة للمهندس الجيوتقني خاصة وللمهندس المدني عامة. الماء هو العدو الخفي للمهندس الجيوتقني خاصة وللمهندس المدني عامة. الماء ده بيقلب الموازين خالص، المية بتقلب الموازين، فلازم نعرف منسوبها كويس جدا
ولازم نكون دقيقين في الموضوع ده. فهو هنا بيقول لك ان لازم وانت بتعمل اكسبلوريشن لازم تسجل منسوب المية، ده حاجة بديهية جدا. في التربة عالية النفاذية بنسجل منسوب المية بعد 24 ساعة من اكتمال الحفر. تاني، التربة عالية النفاذية بنسجل منسوب المية بعد 24 ساعة من اكتمال الحفر. ممكن أعرف منسوب المية، احنا عندنا البورغول بتاعتنا، ممكن أعرف منسوب المية بإن أنا أنزل سلسلة أو شريط للبورغول، وبالتالي يكون شريط مدرج، وبالتالي أعرف منسوب المية واقف عند لغاية فين. طيب لو عندي تربة غير منفذة بس هايلي، يعني هي غير منفذة وهايلي كمان، يعني إيه عالي، يعني غير منفذة بشدة، طبعا بنتظر وقت اكتر من 24 ساعة، وعما المنسوب بتاع المية استقر، الى جانب ان انا بستخدم بيزوميتر عشان اقيس منسوب المية. استخدم بيزوميتر عشان اقيس منسوب المية. البيزوميتر عامل زي ايه؟ عامل زي بير كده، تمام؟ فبستخدمه في التربة العالية النفاذية بشدة عشان اشوف منسوب المية بتاعي عامل او هو وصل لفين. وده من اهمية معرفة منسوب المية واصل لفين. بنستخدم الكلام ده.